السلام عليكم. إذن مرحبا بكم في حل معادلة من الدرجة الثانية مستوى الثالثة إعدادي. إذن حل المعادلة الآتية: 25 إكس مربع ناقص 3 إكس زائد 2 الكل أس 2 تساوي صفر. إذن في هذه المعادلة أول حاجة خصني ما نديرش النشر، إلا درنا النشر غنلقى معادلة من الدرجة الثانية وبالتالي غنلقى صعوبات في الحل ديالها، مع العلم ان تلاميذ السنه الثالثه اعدادي ما كيقراوش طريقه الحل باستعمال مميز المعادله. اذا شنو غادي نديرو؟ غنحاولوا نعملوا المعادله، يعني نكتبوا هذا التعبير هذا شكل عوامل ديال حدود الدرجه الاولى. اذا هنا غنحاول نفكر نستعمل المتطرفات الهامه. من بين المتطرفات الهامه عندنا المتطرفه الهامه ديال أ مربع ناقص ب مربع، واللي كتساوي أ ناقص ب عامل أ زائد ب. إذا نحاول نستعمل هاد المتطرفة الهامة. إذا خصني نلقى تعبير بحال هذا أ مربع ناقص ب مربع. إذا حنا عندنا هذا راه أس 2، بقى لي نكتب التعبير الأول، يعني الحد الأول على شكل عدد أس 2. إذا 25 راه هي 5 أس 2، إذا 25 إكس أس 2 هي 5 أس 2 إكس أس 2، و 5 أس 2 إكس أس 2 هي 5 إكس الكل أس 2. إذا المعادلة تكافئ ماذا؟ تكافئ 5 إكس الكل أس 2 ناقص الحد الثاني غادي يبقى كما هو. اذا دابا لقينا هاد التعبير هذا، يعني غنطبق عليه القاعده. اذا ا ناقص ب ا هي 5 اكس و ب هي 3 اكس زائد 2، اذا 5 اكس ناقص، حنا خصني ننتبه ناقص هاد التعبير كامل، يعني حنا باش ما نخلطش ندير الاقواس 3 اكس زائد 2 عامل 5 اكس زائد، هنا ماشي مشكل ما نديرش الاقواس ما يكونش مشكل، اذا زائد نديرو الاقواس توضح لكم نتوما. اذا 3 اكس زائد 2 الكل اذا تساوي صفر. اذا شنو درنا؟ لقينا واحد التعبير على شكل ا مربع ناقص ب مربع. ا مربع ناقص ب مربع شنو كيساوي لنا؟ ا ناقص ب عامل ا زائد ب. اذا هادشي اللي درنا. دابا نحاولو نبسطو هاد الكتابة. إذا 5 إكس غادي نحيد هاد الأقواس هادو اللي لداخل، الأقواس الداخلية. إذا عندنا ناقص، يعني الإشارة الحدود غتبدل. إذا ناقص غترجع ناقص 3 إكس، وكانت هنا زائد 2 غترجع ناقص 2 عامل 5 إكس. إذا هنا لحيدنا الأقواس المسبوقة بعلامة زائد ما غيتغير والو، 3 إكس زائد 2 تساوي صفر. إذا نحاولو نبسطو الكتابة. عندنا 5 إكس ناقص 3 إكس هي 2 إكس ناقص 2، 5 إكس زائد 8 زائد 3 إكس هي 8 إكس زائد 2 تساوي صفر. إذا لقينا جداء ديال واحد الحدين كيساوي صفر، يعني واحد فيهم تساوي صفر. إذا 2 إكس زائد 2 تساوي صفر، أو 8 إكس زائد 2 تساوي صفر. إذا 2 إكس عندنا زائد 2 مشات للطرف الثاني ولات ناقص 2، أو بنفس الطريقة 8 إكس زائد 2 غتولي ناقص 2. إذا إكس عندنا 2 إكس تساوي ناقص 2، إذا هي ناقص 2 على 2، أي هي كنختزلو بجوج كيبقى لنا ناقص واحد. إذا إكس كتساوي ناقص واحد، أو هنا عندنا 8 إكس، إذا جداء، إذا كنقسمو على 8 ناقص 2 على 8 كنختزلو بعدد 2 كيبقى لي ناقص واحد على 4. إذا ناقص واحد وناقص واحد على 4 هما حل هذه المعادلة.
يعني المعادلة تقبل حلين.